الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا ولك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما كسوتنا، ولك الحمد بما آويتنا، لك الحمد ربنا بما هديتنا، لك الحمد ربنا بما علمتنا، لك الحمد ربنا بما أنقذتنا، لك الحمد ربنا بما فرجت عنا، لك الحمد بنعمة الإيمان، ولك الحمد بنعمة الإسلام، ولك الحمد بنعمة القرآن، ولك الحمد بنعمة الإحسان، ولك الحمد بنعمة المال والأهل والولدان. كبت عدونا وجمعت شملنا، أظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، دعوناك فأجبتنا، سألناك ربنا فأعطيتنا، أطعناك ربنا فقربتنا، عصيناك ربنا فأمهلتنا، ولو تبنا وعدنا إليك لقبلتنا، فلك الحمد على كل ذلك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحب القلوب إليه أقواها وأصفاها وأرقها، قلوب مقربة إلى الله عز وجل محبوبة عنده، فيها قوة لمواجهتها الباطل، فيها صفاء لسماحها وعفوها، فيها رقة لرحمة أصحاب البؤس من حولها. أحب القلوب أقواها، أحب القلوب إلى الله أقواها وأصفاها وأرقها. فاللهم اجعلنا من أصحاب القلوب القوية الصافية الرقيقة. اللهم إنا نسألك قلوبا نقية من الشرك برية. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تزكي نفوسنا، وأن تحسن أخلاقنا، وأن توسع أرزاقنا. آمين آمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله كان من استعاذاته صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعوة لا يستجاب لها. فاللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيد الخلق، صل اللهم وسلم وبارك عليه أبدا أبدا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الفضلاء، تعالوا لنقف اليوم مع أحد الصالحين، فإن في ذكر الصالحين رحمة، في ذكرهم بركة ونمو للإيمان في القلب، يشعر الإنسان بذلك وهو يتدارس أخبارهم ويسمع حكاياتهم. لذلك كان الجنيد رحمه الله يوصي بسماع حكايات الصالحين ويقول: إن حكايات الصالحين جند من جند الله. قالوا: وما الشاهد على ذلك؟ قال: الشاهد في قوله تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكانوا يتدارسون سير الصالحين حتى يثبت الإيمان في القلوب. فتعالوا اليوم إلى رجل نجلس على مائدته نتعلم من تجاربه، فهو أحد السالكين إلى الله عز وجل. لما قدم له أبو نعيم في الحلية قال: مع العارف النظار الخائف الجئار أبي يحيى مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إخوتي الكرام، هذا الرجل كان من تلامذة أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، روى عن أنس وغيره من الصحابة الكرام، وتتلمذ على يد الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما من أئمة التابعين وكبارهم. مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه له من التجارب الكثير والكثير، له من الأقوال ضرر. كان هو يقول:
عليكم بأقوال الصالحين فإنها درر، وربما كانت في إحداهن الدرة اليتيمة، الدرة اليتيمة التي يفتح الله بها على قلبك ويشرح الله بها صدرك ويفهمك الله عز وجل بها مراده. لذلك ينبغي أن نتأمل في أقواله. تعالوا إلى قول من أقواله، يقول إن لله عقوبات في الأبدان والقلوب، وإن أشد عقوبة على العبد أن يضرب الله على قلبه بالقسوة. لله عقوبات، نعم، يعصي الناس ربهم فيعاقبهم تأديباً، وله عقوبات ظاهرة في الأبدان والأموال وغير ذلك، وهي معلومة وظاهرة، ولكن هناك عقوبات في القلوب، أن يعاقب الله الباطن، أن يجلد الله باطنك بغم لا تعرف سببه. جاء رجل إلى سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه، يقول له: يا إمام، إني أجد في قلبي غمًا لا أعرف سببه. قال: ذاك ذنب هممت به ولم تفعله، فعاقب الله السر بالسر والعلن بالعلن. عقوبة سرية، عقوبة باطنة، لأنك أذنبت بباطنك، أراد الله أن يجلد هذا الباطن، أن يعاقبه تطهيرًا له ورحمةً منه به، فطهره بالغم بالهم. عقوبة باطنة. يقول ابن دينار رضي الله عنه: ومن العقوبات قسوة القلب، أن يقسو قلب المرء، لا يشعر بطعم صلاة، لا يشعر بحلاوة قرآن، لا يشعر بلذة مناجاه، يقسو قلبه فلا تدمع عينه، تجمد عاطفته، تحدث الأحداث من حوله يتزلزل لها الكيان ولا يتأثر، عنده جمود في العاطفة، فإذا بهذا الجمود يتسرب إلى عينه فلا تدمع، وإلى يده فلا تعطي، وإلى قدميه فتثقل عليه حركة السعي في الخير وحركة السعي إلى بيوت الله. قسوة في القلب، هذه مشكلة نتعناها وأزمة نعيشها وبلوى نشعر بها في أنفسنا، أن ندخل الصلاة ثم نخرج منها ولا نشعر بحلاوتها ولم نزدد شيئا. هذه حقيقة كما قلت نراها. ما سببها؟ سببها معاصي، سببها ذنوب، سببها تراكمات. فإن العبد يذنب الذنب فتنكت نكتة سوداء في قلبه، فإذا ما استغفر الله وتاب إليه صقل قلبه، وإذا زادت النكتة حتى يغلف قلبه بالسواد عياذا بالله. وهذا معنى قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا شعر الإنسان بقسوة في قلبه فعليه أن يبحث عن سبب هذه القسوة، من أين أتت، أي ذنب تفعله، مع من تجالس ومن تصحب. فإن قسوة القلب كالعدوى تنتقل من قلب إلى قلب. إذا جالست الصالحين رق قلبك، وإذا جالست أهل الظلمة ظلم فؤادك، أصبح فؤادك في الحقيقة في ظلمة وقسوة وجفاء. فسل نفسك: أي سبب هذا؟ ما الذي جعل قلبك على هذا الحال؟ إخوتي الكرام، ما العلاج لمثل هذه الحالات؟ ما العلاج لمثل هذه الحالات؟ سئل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، جاءه رجل يقول: أشكو قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر، أذب هذا الداء، أذب قسوة القلب بالذكر، بذكر الله عز وجل. إنك تحتاج أحياناً إلى هذه الجلسة، تحتاج إلى جلسة مع صالح أو جلسة مع صالح من الصالحين، تحتاج أحياناً إلى خلوة تخلو فيها بنفسك، تتذكر فيها عيوبك، تتأمل فيها أخطاءك، تبحث فيها عن أمراض قلبك. عساك أن تدرك حجمك وتدرك قدرك، عساك أن تعرف أن من الناس من هو خير منك، وأن في الناس من هو أفضل عند الله منك. إننا نحتاج إلى جلسة تأمل وتدبر ووعي وفحص وتدقيق في أحوالنا،
لابد أن يعرف الإنسان منحنيات نفسه، وأن يتأمل في خباياها وزواياها، ويعرف ما فيها من خفايا. إخوتي الكرام، كانت هذه وصية مالك بن دينار، كانت هذه وصيته. كيف يعرف الإنسان أو كيف يعالج الإنسان قسوة قلبه؟ قال: يحتاج الإنسان إلى كثرة الاستغفار وإلى الخلوة عن الناس، بعيدا عن الناس. دواء يصفه مالك بحسن تجربته، بكثرة تأمله في واقعه وواقع الناس من حوله: الاستغفار، الاستغفار، الخلوة، العزلة، أن تعتزل عن الناس يوما، أن تجلس وحدك فريدا. اسمع إليه، اسمع إلى مالك صاحب التجارب، يقول: لو أعلم أن في جلستي على كناسة صلاح لقلبي لألقيت نفسي فيها. لو يعلم أن قلبه سيصلح لو ألقى نفسه على كناسة، على صندوق فيه قمامة. لو علم أنه لو ألقى نفسه في صندوق القمامة فسيصلح قلبه لفعل ذلك. ابحث أخي الكريم، ابحث عما يصلح قلبك، ابحث عنه. ربما كان ذلك في مجالسة فقير، ربما كان ذلك في جلسة تطول بين أهل القبور. ربما كان مالك بن دينار يطيل الجلوس بين أهل المقابر، كان يذهب وهو صاحب الأبيات التي تقول: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكي إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. أخوتي الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى معالجة القلب. إن القلب كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. القلب عليه مدار النجاة يوم القيامة، هذا ما قرره إبراهيم وهو يدعو ربه، وسجل القرآن دعاءه. قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لابد أن نبحث عن سلامة القلب، لابد أن نحرص على تطهير الباطن، لابد أن نحرص على تزكية هذا الباطن، فإن سلطان الباطن على الظاهر عظيم، سلطان الباطن على الظاهر عظيم. كل ما في باطنك يخرج على جوارحك، يخرج في فلتات لسانك، يخرج في سلوكياتك وأعمالك، شئت أم أبيت. مهما حاولت أن تكون حذرا، لكن يأبى الله إلا أن يخرج ما في الباطن على الظاهر، ولتعرفنهم في لحن القول. القضية كما قلت لا سلطان لك عليها مهما حاولت، لذلك أقول: طهر باطنك أولا، اعتني بهذا الباطن، ابحث عما يزكيه، ابحث عن أي باب ينتعش به من خلاله إيمانك، ينتعش إيمانك، يحيا قلبك من خلاله. هذه هي الوظيفة الأساسية التي ينبغي أن تقوم بها. إخوتي الكرام، تعالوا أيضا إلى كلمة أخرى لمالك بن دينار رضي الله تعالى عنه، قال: قولوا لمن ليس صادقا لا تتعنى، قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعنى. لا تتعنى يعني لا تتعب نفسك، لأنك لست صادقا مع الله. نعم، إن الصدق مع الله عز وجل سبيل القبول، سبيل القرب، سبيل الحب. فإذا أردت أن تكون من الله قريبا وأن تكون عنده محبوبا فعليك بالصدق، صدق، صدق النية، صدق الإخلاص مع الله عز وجل. أن تعمل عملك لا تريد به وجه الناس ولا ثناء الناس ولا القرب من الناس، إنما تريد وجه الله لا إله غيره ولا رب سواه. أما إن كان الإنسان غير صادق مع الله في نيته، ضاع العمل، هبط الأجر، لا ثواب له، لا قيمة لهذا العمل.
تعنيت وأتعبت نفسك ولا ثواب لك فيه، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. قولوا لمن ليس صادقا لا تتعنى، قولوا لمن فقد صدق الإرادة والعزيمة لا تتعنى، قولوا له لا تتعنى، لأن الإنسان إذا لم يكن ذا عزم قوي وإرادة فتية لن يستطيع على الإطلاق أن يقوم بالمهام العظيمة، لن يستطيع أن يجاهد نفسه، لن يستطيع أن ينجح في دنياه أو في أخراه، لأنه ضعيف، ضعيف الإرادة، منهزم، يتوهم أنه القادر على فعل الأشياء الكثيرة، فإذا ما جاء في وقت العمل لا ينتج ولا يثمر. هذا إنسان في الحقيقة مهزوم، فاشل. لذلك وقع فئة من بني إسرائيل في مثل هذا، وهم يطلبون من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ صاحوا صيحة الانتفاخة والانتفاشة والوهم والخداع، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إخوتي الكرام، فرق كبير بين أن يتصور الإنسان الشيء وبين أن يوجد هذا الشيء في الواقع، فرق بين الشيء في عالم التصورات وبين الشيء في عالم الحقائق، في عالم الأعيان. إن وجود الشيء في الذهن غير وجوده في الواقع. إننا قد نتصور الإخلاص، إننا قد نفهم الإخلاص، إنني قد أتكلم عن الإخلاص وأحسن تصويره، ولكن هل له وجود في حقيقة في قلبي؟ هل له حقيقة قائمة في نفسي؟ هل له حال قائم في باطني؟ هل هذا له وجود أم أنه تصور ليس إلا؟ إنهم تصوروا الشجاعة ولا وجود لها. قالوا: وما لنا ألا نقاتل، ولا وجود للشجاعة في نفوسهم. ففرق بين أن أتصور الشيء، أتصور الكرم ولست كريما، أتصور الإخلاص ولست مخلصا، أتصور الشجاعة ولست شجاعا. إن وجود الشيء هو سبيل النجاة، أما تصوره في عالم الأذهان فما أسهله، ما أسهل، دنيا النظريات، لكن الواقع غير ذلك. إخوتي الكرام، كم منا من يدعي الإصلاح، وكم منا من يدعي حب التغيير، وأين حب التغيير في واقعه؟ هل غير عيوبه؟ هل غير أخطاءه؟ هل أصلح نفسه؟ هل أصلح أولاده؟ هل قام بواجباته؟ هل قام بمهماته؟ هل اعتنى بتربية أولاده؟ هل أدى حقوق زوجته؟ إلى آخر هذه الأمور، أم أنها دعاوى عريضة وكلمات رنانة؟ إخوتي الكرام، إن الكلمة لتنبعث ميتة وتصل هامدة مهما تكن طنانة رنانة، إذا لم تأخذ حياة من واقعها، دفعة حياة من واقعها، أن يكون للكلام أي اعتبار إلا عندما يصبح واقعا. لذلك ينبغي أن نفهم هذه الحقيقة. إخوتي الكرام، فرق كبير بين أن ندعي وأن نطبق وأن نعمل وأن نغير، فرق كبير بين المستويين وبين الأمرين. لذلك ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه. قولوا لغير الصادق لا تتعنى، لا تتعنى، لا تعش في أحلام، لا تعش في أوهام، لا تبذل حركة بغير وعي ولا بغير إخلاص، فإنها حركة ميتة لا قيمة لها، لا ثمرة فيها. إخوتي الكرام، تعالوا إلى مقولة أخرى أيضا لمالك بن دينار ننتفع بها أيضا في حياتنا. كان يقول: إن من شر الناس من لا يرى في نفسه الشر ثم يقع في الصالحين. هذه حيلة من حيل النفس أحيانا يقع فيها الإنسان، ينبه إليها مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه. النفس ذات حيل كثيرة، تحاول أن تهرب من مشكلاتها وأزماتها بشتى السبل والصور. من هذه السبل محاولة التعويض، محاولة التبرير، محاولة البحث عن بديل. رجل مقهور أمام زوجته
فلا يستطيع أن ينفس همه، فإذا به يغضب على موظف صغير عنده، إنه يبحث عن تعويض لتنفيس هذا الغضب، ويبحث كذلك عن إثبات رجولته وقوته من خلال هذا التسلط على صغير لا يملك أن يرد له أمرا، هو ضعيف أمام هذا القوي، فإذا به يبحث عن عوض أمام هذا الضعيف. هكذا حيل نفسية، النفس ذات حيل، تبحث عن تبرير لأخطائها، ولربما ورب الكعبة تفلسف الكفر، تفلسفه حتى تقنع بها نفسها. ولذلك القرآن عجيب في تركيبه، يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يقول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هناك فرق كبير بين الخيانة، عبارة تختانون غير تخونون. تختانون أي يحاول أن يفتعل خيانة النفس. الخيانة هي أن تأخذ الشيء من غير حق في مساترة، أن تأخذ الشيء من غير حق في مساترة، تحاول أن تتستر وأنت تأخذ الحق. ربما أحسنت ذلك مع الناس فخدعتهم، ربما استطعت أن تخون سينا وصدا من الناس. هل تستطيع أن تخون نفسك؟ هل تستطيع أن تخدع قلبك وعقلك؟ هل تستطيع أن تخدع ضميرك؟ اثنان لا يخدعان، الله في عليائه لا يخادع، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والنفس التي بين جنبيك. لأن الله يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مهما حاولت أن تبرر، لك عيوبك ولك أخطاؤك يا رجل، فتنبه ولا تخادع ولا تحاول أن تخدع نفسك، وإنك إن حاولت فإنما تختان نفسك. تختان أي تفتعل الخيانة ولا تستطيع خيانتها، ولا تستطيع، إنما تحاول أن تختان نفسك، تفتعل، تكتسب الأمر بتعب ومشقة، لأن لك ضمير يقول لك أين الحق من الباطل وأين الخطأ من الصواب. إن البعض يحاول أن يشوش على عقله وقلبه، إن البعض أن يحاول أن يفعل ذلك، من هذه المحاولات التبريرية الإسقاط، أن يرى الإنسان في نفسه عيبا فيحاول أن يسقطه على غيره. وهذا هو الذي عناه مالك بن دينار. شر الناس من يكون في شر ويقع في أهل الصلاح، فإيانا أن نتعنى هذه الخدع، وأن نحاول أن نبرر لأنفسنا خدعا من هنا وخدعا من هناك، حتى نستطيع أن نسكت ضمائرنا. إن في النفس كما قلت ضميرا لا تستطيع أن تسكته، إن في النفس فطرة لا تستطيع أن تغيرها، إن في النفس معرفة للحق والباطل، وإن الحلال بين وإن الحرام بين. أسأل الله العلي الأعلى أن يهدي نفوسنا، وأن يبصر قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويجنبنا اتباعه. استغفر الله يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر ذنوبنا، وأن تشرح صدورنا، وأن تستر عيوبنا. إخوتي الكرام، مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه كان يفيض قلبه رحمة في ليلة كان يقوم بين يدي الله عز وجل، يبكي ويناجي ربه، يقول له يا رب أنت تعلم ساكن الدارين، تعلم من يسكن الجنة أو النار، فأين منزل مالك بن دينار؟ يبكي ويسأل ربه. وفي يوم كان يقوم الليل فدخل سارق يسرقه،
فلما دخل استيقظ مالك، أو تنبه إليه مالك، فالتفت إليه وقال له: هل وجدت شيئا؟ قال: ما وجدت شيئا. قال: إذا لم تجد شيئا من أمر الدنيا، هل لا أخذت شيئا من أمر الآخرة؟ ألا تقوم فتتوضأ وتصلي ركعتين؟ فقام السارق وتوضأ وصلى ركعتين، وانشرح صدره للتوبة فتاب الله عليه. فكان مالك بن دينار يتنظر بهذه ويقول: جاء ليسرق فسرقناه، جاء ليسرق فسرقناه. فدله الله عز وجل على سبيل التوبة من الذنوب، الرحمة بالخلق، أن تكون رحيما بالخلق، فحينئذ يتوب الله عز وجل عليهم بسبب هذه الرحمة. إخوتي الكرام، العصاة كثيرون، العصاة كثيرون والأطباء قليلون، فنحن في أمس الحاجة أن نتعامل مع من حولنا برحمة كما كان حال هذا الرجل. إخوتي الكرام، مات مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه، ولما رؤي في المنام قيل له: كيف حالك مع الله؟ قال: لقيته بذنوب كثيرة فمحاها عني بحسن ظني به، محاها عني بحسن ظني به. فلنحسن الظن بالله، وليكن لنا أمل ورجاء في رحمة الله عز وجل، أنه يغفر الذنوب، وأنه يستر العيوب، وأنه يعفو عن عباده الذين عصوه بغفلة. ونسأل الله أن يعفو عنا جميعا، وأن يكفر سيئاتنا، وأن يغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، مكن لدينك في قلوبنا، ومكن لدينك في بيوتنا، ومكن لدينك في مجتمعاتنا. اللهم إنا نسألك البصيرة يا رب العالمين، نور بصائرنا، نور عقولنا، نور قلوبنا، اجعل في قلوبنا نورا، واجعل في ألسنتنا نورا، واجعل في أسماعنا نورا، واجعل في أبصارنا نورا، اجعلنا نورا يهتدي به الناس. اللهم اجعلنا نورا يهتدي به الناس، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا. اللهم بارك لنا في شيوخنا، اللهم بارك لنا في شيوخنا، اغفر لوالدينا، واغفر لمشايخنا، واغفر لذوي الفضل علينا، واغفر لذوي الحقوق علينا. اللهم من كان منهم على قيد الحياة فبارك في عمره وأحسن خاتمته، ومن كان منهم تحت أطباق الثرى فاجعل الجنة مثواه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأقرئه الآن منا السلام. اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم عجل لإخواننا في سوريا بفرج قريب، اللهم عجل لهم بفرج قريب، اللهم عجل لهم بفرج قريب. اللهم احقن دماء إخواننا على أرض سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا على أرض سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا على أرض سوريا. اللهم ادفع عن أمتنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، إنك نعم المولى ونعم النصير. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، استغفروه يغفر لكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.